ولأجل هذا ينبغي أن نعلم يا إخواني أن هؤلاء الإخوة الذين يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره ثم يقفون باتجاه القبر أو حتى باتجاه القبلة فيدعون لأنفسهم أن هذا أمر لا دليل عليه، وإن كان الاتجاه للقبر في الدعاء أعظم وأشنع، لكن حتى الاتجاه إلى القبلة عند الدعاء بعد السلام على النبي صلى الله عليه وسلم اعتقادا لأن القرب من القبر النبوي أرجى للإجابة، هذا لا شك أنه أمر محدث لا دليل عليه، ولم يفعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، وهم أشد حبا للنبي صلى الله عليه وسلم منا، وأشد تعظيما له منا، وأعرف بحقه منا، وأحرص على الخير منا، ومع ذلك ما فعلوا. ابن عمر رضي الله عنهما هو الوحيد من الصحابة الذي كان يأتي إلى عند القبر فيقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي، يعني عمر، ثم يمضي، لا يقف ولا يدعو ولا يرفع يديه ولا يفعل شيء من هذا البتة، إنما يسلم بأدب واحترام ثم يمضي، وذلك يفعله فقط إن قدم من سفر أو أراد سفرا كما ثبت في المصنف. وأما التردد في كل وقت أو كلما دخل المسجد أو يحدد وقت كل جمعة أو كل سبت أو كذا، فهذا يدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يتخذ قبره عيدا، يعني يعاد ويتردد إليه، فمثل هذا لا شك أنه ليس مشروعا.